الوضع الصحي في محافظة تعز ازداد سوءا يوما بعد يوم بسبب طول أمد الحرب والحصار والوضع الاقتصادي المزري، والذي يمكن أن نصفه بأنه كارثة وخيمة على المواطن البسيط الذي فقد عمله ومصدر رزقه وأصبح عاطلا بفعل حرب ميليشيا الحوثي على اليمن ككل. ما نصفه أنه كارثي في تعز نجده في جميع المحافظات، لأن الحرب التهمت البنية التحتية وأثرت سلبا على المواطن ومعيشته، وجلبت العديد من الأمراض مثل الدفتيريا والكوليرا وحتى سوء التغذية عند الأطفال وأمراض الحمى الشوكية. طبعا دائما ترتبط الأمراض الوبائية بالكوارث الطبيعية أو الحروب، وبالتالي محافظات تعاني من حصار لمدة 6 سنوات. من المتوقع أن تزداد بشكل مخيف عدد الحالات المصابة بالأمراض الوبائية، منها سواء التهابات السحايا أو في الآونة الأخيرة بدأت تظهر لنا أيضا من جديد حالة الدفتيريا. بدأت عدد الحالات بتزايد بشكل ملحوظ في شهر يناير 2020 و21. الشيء الآخر بسبب أيضا الحصار وانعدام الأدوية وانعدام التثقيف الصحي الكافي بسبب عدم وجود اعتمادات مالية مخصصة في هذه الجوانب، عادت حالات الكوليرا للظهور مجددا في بعض مناطق محافظات تعز. الحرب دمرت القطاع الصحي. استطعنا في القطاع الصحي بتعاون قيادة السلطة المحلية، الوزارة، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، الصليب الأحمر، المنظمة الدولية الإقليمية، أن نعمل على تماسك القطاع الصحي، لكن ما زالت الفجوة قائمة، وما زال المواطن يعاني من شحة الأدوية، وبالذات الأدوية المتعلقة سواء بالأمراض المزمنة أو فيما يتعلق بأمراض الحميات والأوبئة. لكن هناك مشكلة أخرى تؤثر في المجتمع، هي مشكلة سوء التغذية. الحرب أدت إلى وضع اقتصادي منهار في البلد بشكل عام، في محافظة تعز بشكل خاص. محافظة تحاصر من كل الاتجاهات، لا يوجد لديها إلا منفذ واحد. بسبب هذا الحصار، لو لاحظ المواطن أو المختص في داخل المحافظة أنه أسعار المواد الغذائية في محافظة تعز تكاد تكون أضعاف المواد الغذائية في بقية المحافظات، والسبب في ذلك هو الحصار المطلق على محافظة تعز، والذي أدى إلى صعوبة في وصول المواد الغذائية والتموينية والطبية للمحافظة. لذلك هناك تأثير بشكل كبير جدا لموضوع الحصار على محافظة تعز، أثر على حياة الطفل والأم والمواطن بشكل عام. أنين متعب لأبناء تعز تجدها عبر الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في زمن الحرب المتعبة، وفرض عليهم الجوع والمرض والفقر والجائحات التي اندثرت في العديد من البلدان وظهرت في اليمن بفعل حرب مستمرة على مدى 6 سنوات عجاف. طبعا حالات التي توارد لنا توصل من مناطق بعيدة مثل المعافر، المصراخ، الجبل الحبشي، يعني طبعا نستقبل هنا من الخمس المحافظات التي هي أبو لحق والحديدة وتعز، ويعني والضالع، هذا يعني كذا نستقبل احنا من الخمس المحافظات. يوصل عدد الحالات عندنا يعني في الشهر الذي هو التي اف سي ممكن يوصل الى حدود الى 18 حالات الى 15 حالة حسب لكن الاو تي بي معي كمان يوصل الى 20 الى 10 15 بالشهر في الشهر. هناك عوامل عديدة ادت الى الفقر والى سوء التغذية في محافظة تعز، منها طول امد الحرب، وايضا هناك الحصار المطبق على المحافظة. خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.